قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. داود يا الملك السواء دافه دون كدوكتان، رمضان مبارك. حديث كان ينوه الريبين الله تبارك وتعالى وحديث عظيمة أنا سليه هاي دان صومالينا حديث كان دان كل قرنه ذلك حتى ونوه جاية حديث كوحى النبي أن محمد عليه الصلاة والسلام كورنا أيه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي تبارك وتعالى وحى أويري كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نبي أن محمد عليه الصلاة والسلام وحى أويري مسلم والبو كل المسلم والبوي على المسلم مسلم كان حرام وحكا دمه ديجس ديج إن لداديو قوم مسلم ديجس بغير حق لقود داديو دين تين ويا حرمتين. نبي أن عليه الصلاة والسلام لو أنا جنة هي وحكا لو كحرانة إنه قفك كتكريف ولا أبوبه قفك كلا هنتيس وحكا لو حرانة قفك كلا إنه قفك كلا مسلم كعرض يسيكو حد قدبه ساسو النبي عليه الصلاة والسلام ليه ليه إنه حراني هاي وين ودو سنة القرآن كان إن بضم بإله تبارك وتعالى كل شيء إله وأصيلها جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نفها قوينين إلا حق قوين إنسان مهان بل ومن قتل الناس قفك دتك الدلاي ومن قتل نفسا له قفك النف دلا فكأنما قتل الناس جميعا مدتكو إذا علي دتكو لن مد لا يأيو لمدية سيدو نوشع إلهي تبارك وتعالى مالك قفك أولا بوبنا إلهي وأونهي ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل دتك مالك وذها كعنا باطل وهبو بنوي وكنت عدي أكو حد قد بنوي يوم الأليال عرض شرفك قفك مسلم كان آد بأو انتهي دين تينا وإلى لسي مال سري قارسيسي قفك حتى هداد بينك الشيكتين او اتلا وحاس يا موزنيستي مرقاتنا اد كيني ويسيت ادي قال لو جيدالي جيدال باكو دعي سببته بحي تا عرضي شرطه اد كعيارت دينت انه مركو وا دين الى علينايسو قفك مقامك اي منزلته اوليه هي حرمته اوليه مخايه ابن ادم كراميسن الهي با كرامي لقد كرمنا بني ادم الى القران كما دام وكل بادوان كرامينين كرامديسا وحا كمدا ديغيسا لدادين مالك سن لبوبين عرضي سن لو حد قدبين بل هدان سو قاته تسالو وقت النبي محمد عليه الصلاه والسلام دعي اسكدا بمجرد قف كما هدو يرا لا اله الا الله ديغيسا حران كان نكونيو ayaan tusaale soo qaan doona iska daa kuwa tukanayo soomaayo salaad in dhigooda lagu xad gudbo maanta sahal loo noqotay waqti nabiga Muhammad (NNKH) (alayhi salaatu wasalaam) waxa dhacday rag saxaabatu kiraama oo dagaal rag kale isku heleen ayaa nimba wuxuu aad u laayay rag badan oo saxaabada nabiga Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) kamida dagaalihiina wuu ahaa Usama ibn Zayd saxaabiga jaliilka radiyallahu ta'ala anhu wardaa iyey saxaabi kale min al-ansari ah ree ansareed ba waxay ku heshiyeen ninka kan dadka eber ka dhigay aan aswaar ka qabanno aan dilno mar alaala markay u soo dhawaadeen oo ay doonayeen inay dilaan ba uu ninka tooxiisay wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ku dhawaaq saxaabigi ree ansareed markiba dibdib uu gurtay oo ka cararay marba ninka tooxiisay maxay yeelay qofkan waa muslim وحلوقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إمارة كل مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حديث كان هوريال أما وحو أمسيها من سلم المسلمين من لسانه ويده إن يبيها مسلم كمدى إسلام مسلمين تكالك أمان هنا عرب قسيق عن تيسا تبدب أمارتي وبحي صحابي أنكلين ودليلك أصدقوا أنت وأمسيها
wuxuu istusay ninka kan dadka badan laayay wuu cabsanayaayo uu ku gabanayaa kelimada tan asagoo shahaadanayo madaxa ka jaran qow mar alla markii uu ninka dhintay baa saxaabatu lkiraam ridwaanullahi calay nebiga dacwo u gudbiyeen oo ay dhaheen nebi allow ninkii usaama ibnu zayd ahaa ninta wuu xiidsanayo ayuu qudha ka jaray iyo qoorta nebigeenna wuu u yeeray calayhi salaatu wasalaam kaaluu yidhi bal ii waran usaabo markaasuu nebi allow waa run laakiin ninkaas wuxuu ahaa mid ka cabsanay seefta hebel buu dilay oo hebel buu dilay oo hebel buu dilay oo rag dhowr intuu tiriyey mar alla markuu usii ala ilaahay badbaadi maysid buu kelimatu tawxiid ku dhawaaqay nebigeenna aad iyo aad buu u carooday bal wuxuu yidhi ma adigaa qalbigiisa kala dilaacay seed ku ogaatay maxaad samayn doontaa laa ilaaha illa maxaad maalinta qiyaamaha ka yeeli doontaa walaalayaal xadiiskan waa xadiis cadiima markaan lahan ku bilaabay ilaahay baa idinku dhaariyay kuwa dhiigga muslimiinta qarxinayo ee banaystay ee maatada iyo shacabka abriyaa ah labriyaa dilayo dadka innocentiga ah oo waxay ku dilayaan aanan garanayn min calaamaati saa waxaa ka mid ah midka wax dilayna garan mayo qofka wuxuu ku dilay kii la dilayna ma yaqaano bima qutil maxaa lagu dilay wuxuu ku dhintay garan maayo kii dilayna wuxuu ku dilay ma yaqaan waa waxa maantan haysta weeyaan walaalayaal marka dhiigga muslimka aynu ka fogaano walaalayaal oo aynu ka cararno oo hantida bil aadanka aynu ka cararno oo ilaahay tabaaraka wa tacaala aynu u dhowaano axibatii fillah nacam nacam xadiiska naga kale usii gudbayno biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxa uu yahay waxaa sidoo kale xadiiska warinaya abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasuul llahi sal slam qaala man xamala calayna asilaaxa falaysa minna waman hashaana falaysa minna rawahu muslim nebigeenna waxa uu leeyahay sal allahu alayi wasalam man xamala calayna asilaaxa qofkii inoo soo qaataay hub oo midii qof qof ku taaga ama qof muslim hub usoo qaataaba falaysa minna eleysa falaysa fii jamaacatina wey marka qofka muslimka marba haddii xataa qori usoo qaatay qof kale walaalka ah kun calaa cilmi nebiga inuu beri isakaa yeelay oo aada beri ka noqonaysid oo haddii dee nebi maxamed aada beri ka noqoto xaggeed aadi meel xun baad ku daraasamaysaa wey fakadalika nebigeena waxa uu yidhi walaalayaal waman hashanaa falaysa minna qofkiina hishaay oo hishka waxaa laga wadaa waxay ahayn qofkii sameeya bariis baad inta yaallo qaybta hooseo dhan waa bariis jajaban qaybta korena waa lasoo wanaajiyey sokor baa inta taallo qaybta hoose waa qoyan tahay qaybta korena waa fiican tahay qaybta hoosena waa qoyan tahay ama shaqaa lagu diro qaybna waad qiyaantay qayb waa qofkoo qish la yimaadaayey nebigeenna wuxuu leeyahay falaysa minna inaga mid ma aha inaga mid maaha ayuu leeyahay nebigeena calayhi salaatu wasalaam marka maxaa loo baahanya qofka inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala fi sirri waalcalani uu rabbi ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka cabsado walaalayaal nacam uu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsado oo rabbi subxaanahu wa tacaala u toobad keeno intiisa qoraxda meesha ay u dhacaysa ka soo bixin sida nebigeennaba sal allahu alayi wasalam ka sugnaatay min xadiidi abi hurayra xadiista abi hurayra uu tamaniyaan ku jirnaaye anna rasuula allahi sal allahu alayi wasalam qaala man taaba qabla an tadlaca ashamsu min maqrabiha taaba allahu calayh nacam man taaba qofkii toobad keenaayey qabla an tadlaca ashams intiisa qoraxdu ka soo bixin meesha u dhacaysay taaba allahu calayhi ilaahu ka toobad aqbalaa oo quruubu shams meesha qoraxdu kusii hoyanaysay intiisa ka soo bixin qofka waxaa u furan an yatuuba ila allahi tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala u toobad keeno ama mar haddii qoraxdu meesha ay u dhacaysay ay bud ka soo tiraahdo toobo waa kaa xirantay weeyaan toobo way kaa xirantay weeyaan walaalayaal walaa siyama walaalayaal waxaynu ku jirnaa bishii barakaysnayd oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qur-aankii soo dejiyey bishii maqfirada bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala dadku naarta ka xoreynayay fa calayna an natuuba ila allahi tawbatan nasuuxa ilaahay inaan u toobad keenno oon u cararno oon cibaadada maaragtay wanaajinno ayay nagala baahayaan walaalayaal oo weliba aynu maaragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala aad iyo aad ugu dhowaano wa axaadiistii waxaan ku jirnaa nebigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka soo warinay abi hureyre anna rasuula allahi sal lay slam qaala lallahu
أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. إلهي تبارك وتعالى وكفر حد بضيها إدون كي سمرك أطوبت كينو قفي أي كرن تي دابديسي قاديد كي وحول بأس مار قاديد كي سي وحول بأس هرنايين ومل فلادة انتو كقبح صدي وكرنو مي او هدنا مع ذلك ديبو هلي صدو أفرح ربي تبارك وتعالى وكفر حد بضيها مركو أدون كي سوالابتو بإلهي سبحانه حديث قال بحاجر إن الله يبسط إلهي سبحانه وتعالى قعان كي سوابين كفي ديا مركان قعان إلهي نرانا تانضوك لها كسو ومثيلة مسكحة دان إيمان كادي كسو دعين ليتوب مسيء الليل متكي هبين قف كدعي سوء سوء توبت كينو قعان إلهي تبارك وتعالى دانا مالين كفي ديا هبين كو في دياده سيمتك مالين كي قف كدعي وربي جل وعلا أو سوء نقض ولا ليا. نعم مركان توبت كينو قبل الموت ما أنت ذاتك قبورها كجرو ذنوبتي iyo gafafki ay galeen way ka shalaysayeen maxay waqtigi baa ka dhacay marka inta waqtiga naga dhicin fa aleena an natuba ila allah tawbatan nasuha nabigeena muhammad alayhi salatu wa salam wala layal ba ilahi tabaaraka wa taala u toobad keenay akthara min 70 marra in ka badan 70 jeer asoona wax dambi ah lahayn wa kayfa nahnu marka annaka maxaad mudaa maalinka boqol jeer bu ilahi tabaaraka wa taala habibkeena muhammad alayhi salatu wa salam ilahu noqonay marka nabigeena wuxuu noo yahay qudwa إلهنا وحول لها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي محمد حبيبنا يقول يا شمد إذا أقول أكسن ويان مركا قفك وحافي عن قبل أن ينام قبل النوم قبل النوم إنه إله تبارك وتعالى أطوبت كينه واستغفار لي ماذا مركا قفك دعانا مركا بقوا عرره وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا هذه فاحشة أو ظلم كل عن فاستغفروا الله إلهي أطوبت كينه يان ويان قفك إنه الدنب يكون ضهما قفك inu dambiga ku daaho oo isku dhajiye ma hadii kale uu caadeeyo dambigi uu toobad keenay waayo naar baa ku durarsamaysay weeyaan wal iyaadu billah hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala sabaqa al mufarridun qalu wama al mufarridun ya rasulullah qala al dhakirun allah kathiran wal dhakirat rawahu muslim nabigeena muhammad alayhi salatu wasalam waxa uu leeyahay sabaqa al mufarridun waxa hormaray oo hormaray كوي مفردون تأها المفردون سؤال بقى النبي قال ويدي عليه الصلاة والسلام وحليري وما المفردون يا رسول الله مفردون توكما يا قوكوي رسولك إلهي قال وحوير النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كو إلهي تبارك وتعالى انت بضن حسكي سأنا عرب كذا كزرينو إلهي انت بضن حسكي كواس أيا لي مفردون اللهم اجعلنا منهم. نعم حديث كان كلا ولا ليال وحن وبه رنيا إن إلهي تبارك وتعالى أوصن ماركتي إرهالك أهين وحل يد غيبة. نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتذرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم. أبي هريرة وحول لي رسولك أن محمد عليه الصلاة والسلام كسورنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أن محمد عليه الصلاة والسلام وحول أتذرون ورميات قرنسان ما الغيبة غيبة وحيتهي وحي غيبتها ميات قرنسان ونبي النبي عليه الصلاة والسلام احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا وينين رسولك لو وينين يحكون الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سوما نجي قانو أنه قرن ما ينيدهن قال النبي أنه وحير صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولالك أتكشيك تحو كرهي ولالك أتكشيك تت وحو كرهي وحو نبصني وحو نبصني وكشيك ويان قيل وحيدا أفرأيت كور النبي الله إن كان هدوبي في أخي ولالكي ما أقول وحا أن ليها ولالكاس أنت المامي وحا أن كنت المامي هديئو يهي كورن. قال النبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحا أولي يهي إن كان فيه ما تقول هدي أي تهي وحا أتكشيك تي إن محاني له ذاي إنو بيهي فقد اغتبتوات مارتي وابد مارتي حمتي ويان وغيب الله تمدوي وإن لم يكن فيه ما تقول وحا لذا هدوسا نهين ميا وإن لم يكن فيه هدوسا نهين وحا تكتل مانتي فقد بهتو بين بطكشيكتو وكو بين أمرت بهتان بالله تمدوي ما أنت محن وقبضن هبل ومارتي وين ولي ما رأي قابدر نقفك لقول لي هاي هبل لانقرأ هبل إلي إن مارتي مدح وين
سنساس قف كيو مغاني وسن نبسنا يو لوغو ييرو إلهنا سبحانه وتعالى بيس اسم الفسوق بعد الإيمان بكت المامي هدوسا قفك كتبت كين وقلبي ولا ريال ظالمين بقفك من دغنية. نعم إن قفك ولا لك وحسن رأى لك أنت إله وأوديدي خالي تبارك وتعالى كمد ما. نعم قفك وقوم مقع مركا وحسن قفك رأى لك قفك دور رأى لك وهلك يدوى أما هدوسا رأى لك أهين وقفك أسكو شاكتي فقد اغتبت ويان ولا ليال ساسا نبي عليه الصلاة والسلام كسوناتي مركا إنو سلالينو وإلهي تبارك وتعالى كبغنو وقفك إنو مرول بو أكسون يهيبا في عن إنو أدون كان كوي هاي ترانسيت أما قف معركتي أيام الجوغو يو مركا داد أيام الجوغي سيد فماذا عليك دوش هذا محاها لي إن إلهي تبارك وتعالى كعب سيد وطول صوناتي وذهد قف إلهي تبارك وتعالى مرول برهجيني ولا ليال. نعم تاس أحسن وأفضل وصوش شيء نقف جيردة هي حالة ولا كل مي مرك مر والبقف قف لا يكون هذا إذا كان كله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبيا فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل رواه البخاري. ابن عمر الله كرغض حلا صيابه نبي عليه الصلاة والسلام ما جرب كيسوق قبتي فقال وحول كن هذا حتى في الدنيا الدنيا كان واحد كله حتى الحديثة كأنك غريب قف غريبة غريب وقف استرنجي قف كماشي كعصب كويت هذا صومالي كويت العدوي أو عابر السبيل أما قف ودا جوني قف كودا جوني مدك يبدح توسكيجو أيو كتلابا ولا ليلا دون كم حنكون هاي ترانسيت يقف البرنا جمدة وحاول أيامها قال يا كفا جستو أكون كيس آخر ماشي وسفر كوي هاي هو بحسدو إلهي خير كان وجمع يو إلهي سبحانه وتعالى عمل كان إخلاص ونويله رمضان كان إلهي تبارك وتعالى هاي نقبله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.